وصلت وصلت والنتيجة وصلت. قوم النتيجة وصلت. قوم يا علي. تعال ابو زاني. بسم الله. تفضل ابو رباح. تفضل. جدو يا جدو. حط انجلالك. عيال واحد منكم يتبرعنا بدقة قلب. يلا. طربخ. طربخ. اسكت اسكت. دقة قلب. هذا ذا؟ والله ما عليه. جرب 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 طربخ طربخ ده غارق ما يقلب دق القلب حمامه هذي كوش عندي شكو على الله حمامه هذي علي عطنا انت علي خبرك بغض اسمع اسمع استر علي استر علي استر علي استر علي يا ويلي يا ويلي يا ويلي هك مرض علي مرض العرب اللي مو بطوال يعطونهم مايكاتنا تعلق بجنوبه والله العظيم استر علي يا عيال ايه لحد يروح اهم شايف عيونك وين اهم خلاص يلا شباب كل واحد محل يلا طبعا خلاص خلاص نا الفريق اللي فاز معنا اليوم وبكل جداره صراحه حببني في ملوخيه يعني أول مرة هاكلها في حياتي والله حلوة والله أنت أخوي من قال لنا أنت؟ من قال لنا أنت رد لا تسمي نفسك من قال لنا أنت؟ إذا وقفت عليك عزرت ما عادي أقاطع ملوخية عليك البرجر قرب البرتغالي وخل مني الملوخية الفريق اللي فاز معنا اليوم ظني أنهم يفوزون هو الله يحييك في طبخة كفاشة ساعدوا عبد العزيز على الصدمة يلا يلا معي عاشر يلا معي عاشر عاشر يلا الله يعينكم يا الربع ترى ما تطلعوا من الصدمه الا ب 3000 لايك من جمهور الكوش بيجي يطلعها بغصب خلال ساعه يلا ولا تعدت ساعه يلا سعد اذا تعدت قد ساعه ونص لا تعدل اذا ما جاء ساعه ونص ان شاء الله انا موجود ما تفوزون كوش تبياتي وش رايك تعبونا من روحه يلا لا يحييك يا مشيخك يا مشيخ يلا 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 عيال وقت يلا يلا نعلمكم اني مهووس نعلمكم الصدمه للامانه انا دائما احب الصدمه ليه؟ طيب وش اليوم انا ما سولفت